بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بالنسبة حق اجتماعنا اليوم، احنا الاجتماع طبعا إدارة التنمية الاجتماعية والاجتماع مع الأخوان في مؤسسة حمد، موضوع صندوق دعم المرضى، واحنا مع مستشفى حمد يعني صار لنا معاهم تعاون 4-5 سنوات الحمد لله، تعاون مثمر وتعاون يعني مزدوج بين في الهلال الأحمر وبين الأخوان في مؤسسة حمد، ويعني قدرنا ان احنا يعني نعالج وهم يعالجون كثير من الحالات اللي جاتنا في الهلال، واحنا دعمناها عند مستشفى حمد. واليوم اجتماعنا اجتماع يعني ان احنا نوصل المعلومه الى الجمهور القطري، يحاولون يساعدونا في دعم الصندوق، لان هذا دعم الصندوق هو دعم للمرضى الموجودين، سواء الموجودين في قطر او في خارج. هو الصندوق عباره عن شنو؟ الصندوق عباره عن دعم هذا المرضى، سواء المرضى الموجودين في قطر على ارض قطر طيبه. فاحنا ما عندنا يعني نعالج سواء قطريين ولا غير قطريين، احنا نعالج كل الناس الموجودين اللي يحتاجون الى 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 علاج. فهذا صندوق يدعم هذه الحالات، ومن خلاله نحن نستطيع ان احنا نعالج الناس بالتعاون مع الاخوان في مؤسسه حمد. فكل ما كبر الصندوق، كل ما احنا حاولنا ان احنا ندعم ناس اكثر، وحاولنا ان احنا ندعم حالات اكثر. فاحنا نوجه الكلمه ونوجه للاخوان في سواء في المؤسسات او في الشركات او في المؤسسات الحكوميه او غير الحكوميه، دعم هذا الصندوق اللي من خلاله نحن نقدر نساعد كل الحالات الموجوده في دولتنا الحبيبه. الله يعطيك العافيه.